رأعت اكتساب اللون البني الجميل سواء الغامق أو الفاتح. أحضرت لك صبغة الحناء بمغلى النسكافيه والحناء فقط لتحصلي على لون بني جميل وشعر كثيف وشديد الغزارة، وتخفي الشيب أيضا وتقومي بإخفاء الشيب بطريقة طبيعية آمنة. تمنحك هذه الصبغات بالحناء الطبيعية لون بني جميل وشعر يلمع وكثيف وأكثر غزارة بطريقة طبيعية آمنة على الشعر. تابعيني خطوة خطوة. من أجل أن تحصلي على لون بني جميل استعملي القهوة سريعة الذوبان، تزيد في طول الشعر، توقف التساقط أيضا، لها خصائص الكافيين التي تمنع تساقط الشعر وتزيد في نموه وطوله. ضعي كمية من القهوة سريعة الذوبان حسب طول وكثافة الشعر وفي نفس الوقت حسب درجة اللون البني الذي تريدينه. إذا أردتي بني غامق ضعي كمية أكبر، نضيف لها الماء من أجل أن نطبخها على نار قليلة لدقائق. العنصر الثاني، نحتاج إلى الحناء. نأخذ مقدار من الحناء القليل أو حسب طول وكثافة الشعر. يعتبر الحناء من أكثر الوسائل الطبيعية لصبغ الشعر بدون وجود أضرار جانبية. للحناء العديد من الفوائد تعمل على معالجة مشكلة القشرة في الرأس. تدخل الحناء في صناعة العديد من الأدوات التجميلية التي تستخدم لرعاية الشعر وتغذيته. نضيف له مغلى القهوة سريعة الذوبان النسكافيه بارد نوعا ما، واخلطي جيدا حتى تحصلي على قوام ماسك الحناء. الحناء تعتبر من أهم النباتات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمواد الغذائية، لذلك فهي تساعد على تغذية الشعر، تسرع في نموه، تساعد في منع حدوث التساقط للشعر. الحناء تحتوي على مواد مهمة تمنح الشعر لمعانا، تعمل على تحسين مستويات الحموضة في فروة الرأس، تحمي الشعر من أشعة الشمس والحرارة والتغيرات الجوية. ضيفي مغلى النسكافيه تدريجيا بكميات متواصلة وأخلطي. نخلط الحناء بالملعقة الخشبية أو البلاستيكية أو بالخلاط الكهربائي اليدوي. أخلطي المكونات هذه بالشيء المتواجد عندك. هذه الخلطة تمنحك لون بني غامق جميل جدا، وفي نفس الوقت تعمل تغطية رائعة للشيب. قبل استعمال خلطات الحناء، إذا اتجهت إلى الصباغة الطبيعية يجب أن تتركي الصباغة الكيميائية، لا تقتربي منها. وأيضا إذا كان شعرك مصبوغ بالصباغة الكيميائية ضروري أنه يكون مر عليها 6 أشهر، تلاشت تماما تقريبا، أو سنة، أن الوسطات الطبيعية تعمل على تغليف الشعر، لذلك يجب أن تستغني تماما عن الصباغة الكيميائية إذا أردت التوجه إلى الصباغة الطبيعية، خصوصا صباغة الحناء. أخلطي جيدا جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي. ثم غطيها ببلاستيك غذائي. ضعيها في مكان خالي من الرطوبة في حرارة الغرفة واتركيها تستريح لمدة 4 ساعات. بعد مرور 4 ساعات تطبق على الشعر كامل من الجذور إلى الأطراف، واسحبي الخصل خصلة خصلة. املأي كل الشعر بالحناء هذه من أجل أن تصبغي كل الشعر، وركزي على مناطق الشيب أيضا، وغطي الشعر ببلاستيك غذائي أو قبعة بلاستيكية واتركيها لمدة 6 ساعات. بعد مرور 6 ساعات اغسلي الشعر بالماء الفاتر
البلسم. لا تستعملي الشامبو، يمكنك تكرار هذه العملية مرة في الأسبوع لكي تتحصلي على اللون البني الجميل وتثبتيه. هذه الخلطة تتكون فقط من مكونين، الحناء والنسكافيه. يمكنك استعمالها لشعرك، ويمكن استعمالها للأطفال لشعر بناتكم أيضا. سأقترح عليك الخلطة الموالية لصبغ الشعر باللون البني الجميل، وكذلك منح الشعر لمعان وترطيب وكثافة وطول ولون بني جميل. القليل من الحناء حسب طول وكثافة شعرك أو شعر بنتك. نضيف لها مغلل نسكافيه، نضيف لها الروب الطبيعي، دهن المسوس، اللبن الرائب، نعصر القليل من عصير ليمون حامض، ونضيف حبة بيضة. أنتن ضاعفن كمية الحناء حسب طول وكثافة الشعر. أنا سأقدم لكن العينة وأنتن ضاعفن الكمية، واخلطي حتى تحصلي على قوام الصبغة. تغطي الصبغة ببلاستيك غذائي وتترك تستريح في مكان خالي من الرطوبة لمدة ساعتين، ثم تطبق على الشعر كامل من الجذور إلى الأطراف، واسحبي الخصل خصلة خصلة. قمي بتغطية الشعر ببلاستيك غذائي واتركي الحناء تستريح في الشعر لمدة 6 ساعات. تغسل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر والبلسم فقط. قرري استعمال هذه الخلطة، خلطة الحناء، من أجل اكتساب اللون البني الجميل مرة في الأسبوع أو مرتين في الشهر. تمنحك لون بني جميل رائع، ويمكنك استعمال الوصفة الموالية أيضا لصبغ الشعر باللون البني الجميل واكتساب اللمعان وكثافة للشعر والزيادة في الطول. الحناء ضيفي لها الزبادي الطبيعي، اخلطي جيدا وضيفي النسكافيه الباودر. بإمكانك إضافة النسكافيه حسب درجة اللون الذي تريدين اكتسابه. وضيفي زيت الخردل. يطبق هذا الخليط على الشعر من الجذور وفروة الرأس إلى الأطراف. اسحبي الخصل خصلة خصلة، غطي الشعر ببلاستيك غذائي واتركي الحناء تستريح على الشعر لمدة 6 ساعات. اغسلي الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر والبلسم. قرري استعمال هذه العملية مرتين في الشهر، ستمنحك لون بني رائع لك ولبنتك. اعتمدوا هذه الوصفات، الحناء سوف تمنحك لون بني جميل، لكن ضروري الأخذ بنصائحي في الفيديو، أنه إذا كان شعرك مصبوغ باللون الكيميائي لا تقتربي من الصبغات الطبيعية حتى يمر على الأقل من 6 أشهر إلى سنة. جربيها، هي طبيعية، واكتبي لي رأيك في التعليقات. أتمنى أنكم تابعوني على الإنستغرام وصفحتي على الفيسبوك وموقعي الإلكتروني عالم هبة للوصفات الطبيعية. نترك لكم الروابط في صندوق الوصف والتعليق المثبت. فضلا وليس أمرا أخواتي، سلام.